السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد. إذا أصدقائي، راني جبت ضيف جديد، جبت حسون جديد، لكن الحالة نتاعو مزرية بالنسبة للريش، بالنسبة للصحة به تسيف، والقمل ما نحكي لكمش، القملة قد 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 القرادة. المهم واش راح ندير له، هاني جبت قفص اللي كان عندي تاع الطائر الآخر. شوفوا واش درت، 3 ملاعق ملح ونصف كيس من البيكربونات. تعرفوني اصدقائي، يعني انا نحارب القمله بالبيكربونات. شوفوا واش راني داير، جبت مجثمه تجدد، لبيبا تجدد، لماجوار جدد، جبت كلش جديد للطيور تاعي. علاش؟ لانه في الوقت هذا ما كاش اللعب. شوف الطائر هذا، هذا هو القفص المقمل، المقمل نقدم الاستحمام للطائر تاعي. شوف كتحدي النفسي، راح نخدم برنامج قوي بالنسبة للاستحمام للتشميس، وكذلك بالنسبة للتغذية باش رجع الحسون هذا حسون مليح. لأنه كما راكم تشوفوا المنقار أسود، كأنه هذا وين خرج من مرحلة غيار ريش. وهذا كلش السبب نتاعو، واش اللي خلاه يدير ولا يتأخر في الجهوزية؟ هو القمل. السبب اللي خلاه يتوقف عن التغريد هو القمل. يعني انا كيبيريبيت ولقيت القمل هو اللي راه مسبب له التسيب، اللي راه مسبب له التوقف عن التغريد، اللي راه مأخره في الجهوزيه هو القمل. اذا راح نحارب القمل على الاقل، على الاقل لمده اسبوع باستعمال الملح والبيكربونات. نقدم الاستحمام للطائر هذا، خليه يستحم لوحده. كذلك واش راح ندير، راح ندير له العزل كمرحله اوليه. قلنا الاستحمام بالماء والبيكربونات والملح، وكذلك العزل نبعده للطيور تاعي. علاش؟ قادر القمله تهرب منه تروح تنقل للطيور تاعي. راح نخليه في غرفه اخرى. الفيديو هذا صورته البارح. شوف من بعد اللي يسموه، من بعد اللي استحم، هذا باك 2020، طائر ما شاء الله حسب قول مولاه. قال لك يلقح الكناري، يتزوج مع الحسون ما شاء الله، فيه تغريد مليح لكن فيه الويط. انا سمعته كي جبته عندي بقى سوايع ومن بعد ولا يضرب في الويط هذيك. المهم الانثى راهي جاهزه، راني يعني مقدم لها كلش. دروك راني حاطه غير حذاها. القفص هذا المقمل راح نرميه في الحوش ما دام راهي الشمس، كانت شمس نرميه في الحوش، من بعد نغسله ان شاء الله ويبقى في الحوش. روح بعدني، روح 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 روح. فوالا هاون المقنين في اليوم الثاني، هلاني خرجته معايا القهوه بارابور اللي جبته. واليوم ماشي كيف كيف. شوف بدا المقني يتحرك، كان ما يتحركش. زدت سالت المربي، كان يقول انه الحسون يطلع فوق المجثم يبقى غير ياكل في الريش تاعو، ما يغرد ما يتحرك ما يلعب ما والو. الحمد لله الحمد لله، في مده يوم بدا يتحرك بدا يغرد، راح حاكم تقريبا حكم روحه. اذا واش راح ندير، راح ندير البوسيبل تاعي، راح ندير البوسيبل تاعي باش نجهزه في اقرب وقت ونداويه ان شاء الله. وربي يوفقنا وشكرا.